وتحارب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة القوات المسلحة العراقية صوت حماة الوطن من قيادة العمليات المشتركة، وعبر البث المباشر على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. حلقة جديدة من برنامج السلامة أولا. مواضيع وأخبار وتقارير جديدة رح نتناولها بحلقتنا لهذا اليوم، كونوا معنا. أكيد نذكركم بهاتف البرنامج المجاني 176 على الآسيا سيل وزين وكورك. أي سؤال أي استفسار اتصلوا بينا، حياكم الله. نبدأ وياكم فقرتنا الأولى بأخبار ونشاطات مديرية المرور العام. إلى كافة الأخوة المواطنين الراغبين بالحصول على الأرقام المميزة، ستجري غدا يوم الخميس المصادف 26/10/2023 في تمام الساعة 10 صباحا في مقر مديرية المرور العامة في زيمونة قرب ملعب الشعب الدولي، مزايدة علنية لبيع الأرقام المميزة. فعلى الأخوة الراغبين بالحصول على الأرقام المميزة والمشاركة بالمزايدة مراجعة مديرية المرور العامة لغرض إكمال الإجراءات القانونية وأيضا المشاركة بالمزايدة. أيضا من الأخبار المهمة هو بيان رقم 7 لسنة 2023 الصادر عن وزارة الداخلية مديرية المرور العامة منع سير المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت، استنادا لأحكام المادة 47 ثانيا زاي من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، تقرر الآتي: يمنع منعا باتا سير المركبات الأهلية أو الحكومية التي تحمل لوحات الفحص المؤقت اعتبارا من تاريخ 1/10/2023، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. سيتم حجز المركبات اللي تحمل لوحات الفحص المؤقت وإحالتها إلى هيئة الجمارك العامة بدعوة جمركية، وبدورها هيئة الجمارك العامة رح تصادر المركبات. فنجدد الدعوة، باقي تقريبا 6 أيام على تاريخ 1/10. الأخوة اللي عندهم مركبات تحمل لوحات فحص مؤقت مراجعة دوائر التسجيل في مديرية المرور العامة لغرض تسجيل مركباتهم. أيضا تنويه هام بخصوص الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات التوك توك والستوتة، وتنفيذا لتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيد مدير المرور العام المحترم، حاليا ممنوع سير الدراجات النارية غير المسجلة بعد انتهاء الدوام الرسمي. يعني حاليا مسموح بتجوال الدراجات النارية الغير مسجلة فقط أثناء الدوام الرسمي لمديريات المرور لغرض تسجيلها في مجمعات التسجيل ولغاية 1/12/2023. منع تام لسير الدراجات النارية الغير مسجلة اعتبارا من تاريخ 1/12/2023 وإحالتها إلى هيئة الجمارك العامة بدعوة جمركية. نجدد الدعوة لأصحاب الدراجات النارية بمراجعة دوائر تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات للإسراع بتسجيل دراجاتهم النارية قبل تاريخ 1/12. وأيضا نذكرهم حاليا الدراجات الغير مسجلة ممنوع سيرها بعد انتهاء الدوام الرسمي، يعني فقط الفترة الصباحية من 8 صباحا لغاية 3 ظهرا يسمح بتجوالها، بعد هذا الوقت ممنوع تجوال أي دراجة لا تحمل لوحات وغير مسجلة، سيتم حجزها وإحالتها إلى هيئة الجمارك العامة بدعوة جمركية. أولا نذكركم بهاتف البرنامج المجاني 176 على الآسيا سيال وزين وكورك.
أيضا يوم محور حلقتنا حيكون عن الحوادث المرورية. تعددت أسباب الحوادث المرورية، وأيضا من المؤسف أنه أعداد الحوادث المرورية بتزايد. البداية راح تكون مع الرائد هيمن من ميسان اللي أعدلنا تقرير عن الحوادث. نشوف التقرير ونرجع وياه. حوادث المرور من أكثر المواضيع التي تستحق الجدل وأكثرها مخيفة هذه الأيام، والتي تؤدي إلى فتك الأرواح، والتي تحصل من جراء بعض الأخطاء ومنها جهل الفرد بقوانين وتعليمات المرور. بالنسبة لكثرة الحوادث، أول شيء عدم التزام بالقوانين المرورية، زين هاي أولا، وعدم توفر وسائل الأمان الخاصة بالمركبات اللي قاعد تنزل للشارع، هي هاي السبب الرئيسي للحوادث. هذا بالنسبة للمركبات، هسه مثل المركبات اللي جاي نصعد بها احنا بها مثل حزام الأمان، السرعة، جودة نوعية السيارة، رداءة، مو رداءة يعني مثل التوك توك وغيرها، هذه يعني مو مركبة، يعني هي صالحة للعوائل وغيرها، لذلك راح تشوف فيها شو اسمه. ثانيا السرعة المفرطة بالنسبة للمركبات، زين عدم توفر يعني يعني التزام من قبل الافراد بهذا الشيء اسمه. عدم التزام بالقوانين هو سبب رئيسي، سبب رئيسي واساسي للحوادث اللي جاي يصير. برايك كثره الحوادث هذه الايام؟ اي والله استاذ، سببها يعني عدم صيانه المركبه. الشباب الطائش، يعني الاجتياز الخاطئ، العجل اللي عند الشباب او يلتهي بالهاتف النقال. يعني تحدثت بالبدايه عن صيانه المركبه. اي استاذ. زين هسه انت شنو عندك مشتغل؟ هاي علامه هاي صحيح، هاي مشتغله شو اسمه مال سيرفس. مال سيرفس. اي اذا انه المركبه ايش بحاجه لمن؟ اها وانا هيك طالع حسيت. زين بحاجه الى صيانه. بحاجه الى صيانه صحيح. مرات بعض الاخوان انه يتجاهل هذا الشيء. صحيح. اي صحيح. يسبب لفد عطل لا سمح الله مو وهذا يسبب والى اخرين طبعا. اكيد يعني لو توقفك بنص الشارع او على الجسر او كذا سبب النزاهه اذيه للاخرين طبعا استاذ. وبالتالي لازم ايش علينا شو نسوي؟ نتخذ الاجراءات اللازمه طبعا. واكثر الاسباب استخدام الهاتف النقال اثناء القياده. ينشغل بي ويروح باله، يبتعد عن السياقه ويلتهي بالتليفون. لو احتمال انه يلزم التليفون هاي سابقا، هسه الاتصال صار بلوتوث يعني يجي، بس لحد الان ما جاي عندنا هاي الثقافه. يعني ما متابعين ما ماكبين التطورات الحاليه المواطنين. شوف اكو حوادث صارت، هواي حوادث، كلش هواي حوادث. واسباب، احد اهم اسباب الحوادث هو الهاتف النقال. حوادث قاعد تصير عندنا. نعم. قاعد تشوفها؟ اكيد. وين تشوفها؟ من خلال وسائل التواصل الحديثه او من خلال المشاهده المباشره. ملاحظ خلال هاي الفتره، اولا الطرق غير جيده. ثانيا عدم التزام بالاشارات او ربما السرعه. مجموعه اسباب ما اقدر نجملها يعني بصراحه. يعني مجمل أسباب. مجمل اسباب متعددة، قد يكون السائق ما ملتزم، قد يكون سياقته غير جيدة غير صالح. الشوارع، أنا قبل أسبوعين أو كنت مسافر على طريق بغداد العمارة، يعني هاي المطبات شفت حادث قدامه صار. نعم. قد يكون الشارع كثرة الحوادث جاي تصير بالشارع، الناس ما جاي تاخذ عبرة من النشر ومن مواقع التواصل ومن نشر القنوات. دائما المرور يطلع برنامج حوادث بكثره تصير، بس الناس ما جاي تاخذ عبره من هذا الشيء. يعني قاعد يصير الحادث ينشر واسبابه ويرجع الحادث يتكرر. يرجع الحادث نفس الشيء يتكرر ويا غير اشخاص، ما جاي الناس تاخذ. شنو السبب؟ قله وعي، والا نشر ثقافه موجود والناس ما جاي تاخذ به. ابسط شيء حزام الامان نلتزم به والسرعه. فاكثر الحوادث جاي تصير لا حزام امان ولا يراعون السرعه، حدود السرعه ابد. اذا تتذكر قبل كم يوم صارت مال الزياره، دائما تصير كل زياره اربعينيه، كل زياره شعبانيه حوادث على طريق الابتياره وبغير مكان.
ايه اذا تسمع طرق الموت يعني كان قبل شارع البتيان احنا نسميه طريق الموت، عبالنا بس احنا عندنا طريق الموت، طريق الموت بكل مكان ترى، كل محافظه تروح لهم يقول لك هذا طريق الموت. ان كل الاسباب اللي تحدثنا عنها هي ليس نتاج عدم وجود القوانين، بل هي ناتج قله الوعي الثقافي المروري وعدم الاهتمام والاكتراث للنتائج الناجمه من جراء الحوادث المروريه. نعم شكرا لكم. كل الاسباب اللي ذكرت واراء السواقين والركبات اكيد تؤخذ بنظر الاعتبار. حوادث المروريه اليوم هي تعتبر مشكله من المشاكل اللي تتاثر مباشره بالمجتمع، لانه تشكل فد خطر من حيث الاضرار الماديه والبشرية. حسب آخر الإحصائيات الدولية ضحايا الحوادث المرورية بلغ عددهم 1.24 مليون شخص سنويا، يعني عدد جدا هائل أنه مليون شخص سنويا يتوفى نتيجة حوادث المرور، وهذا العدد طبعا قابل للزيادة بنسبة 20%. أيضا الإصابات تقدر بحوالي 20 مليون شخص سنويا حول العالم يصاب من جراء الحوادث المرورية، طبعا أكثرهم من المشاة وسائقي الدراجات اللي تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وال 45 سنة. فهذه الأعداد والازدياد بهذا الشيء طبعا هو مو بس على مستوى العراق، احنا هذه الإحصائيات هي إحصائيات دولية على مستوى العالم، فالموضوع دي ياخذ فد حيز ودي ياخذ فشي جدا كبير. يعني نتمنى احنا انه الحوادث انه تقل، بس مع الاسف هي دا تزداد وتزداد اكثر. طبعا اسباب وعوامل الحوادث المرورية هي تتلخص باربع اسباب رئيسية، اللي هي السائق والطريق والمركبة وايضا حالة الطقس او الظرف المناخي. يعني اليوم اذا نجي نتحدث عن السائق، سائق المركبة، فهو يعتبر اهم الاسباب المباشرة لوقوع الحادث. اغلب الدراسات اللي حكينا بها والاحصائيات تشير الى انه نسبة 80% من الحوادث يقع عاتقها على السائق من التزامه بقواعد السير والمرور او سوء تصرف من قبله، او ممكن حتى ردة فعله لما يصير الحادث. فممكن انه نلخص الحوادث المتعلقة بالسائق بأولا استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. اليوم مو بس الهاتف النقال دي يستخدموه للاتصال، اليوم أكو ظاهرة جدا يعني غير حضارية وظاهرة غير مقبولة وظاهرة أيضا يحاسب عليها القانون، أنه التصوير بالموبايل أثناء القيادة. ما أعرف ده صار يمكن نوع من التفاخر أنه أنا أسوق سريع ودنيا ليل وحاط التليفون بإيدي ولازم أصور إيش قد تصير السرعة مع سيارتي ومشغل أغاني بصوت عالي. يعني كل العوامل اللي تساعد على الحادث موجودة، همينة عدم التزام بالسرعة وهم استخدام التليفون وهمينة تشتت وعدم الانتباه أثناء القيادة وأنه ملتهي بالتليفون ودي يصور. فنتمنى أنه يكون عند السائقين المركبات فد وعي بهذه الحالة، أنه هذه الحالة غير صحيحة، هذه الحالة ما حلوة، أنه أنا دا أصور ودا أنشر، أنا أسوق وأنشر يعني. يعني نتمنى من عندهم أنه ينتبهون على هذه الحالة. أيضا إحنا ذكرنا أنه يصور هو يتكلم وعدم الانتباه أثناء القيادة، السرعة الشديدة، الالتزام بالسرعة المحددة. يعني السرعة المحددة داخل المدن على داخل المدينة لازم تكون 60 إلى 80. اليوم احنا دا نشوف انه صحيح اكو ازدحامات وصحيح اكو بعض الطرق انه السير بيها يكون يعني مزدحم وما يقدر الشخص يسوق سريع، بس شوفه بس اكو طريق شوية، بس اكو مجال، بس اكو طريق مفتوح رأسا يعبر 100. هذا الشيء ايضا خاطئ وايضا دا يسبب فت حوادث جدا عالية. انت بعد يعني لحد 100 بعد السرعة بعد 100 الإحصائيات والدراسات تقول انه سائق المركبة ايش قد ما يكون محترف ما يقدر يسيطر على مركبته في حال مثلا صادف قدامه فد حالة او صادف قدامه فد مطب لا سمح الله، او ممكن فد حادث قدامه، ممكن فد شخص عبر قدامه، بعد ما يقدر يسيطر على المركبة بعد ان تصير سرعتها 120 140. فايضا الالتزام بالسرعة المحددة
عدم الامتثال لإشارة رجل المرور والإشارات الضوئية، وهاي أكثر شيء لاحظها بعد الساعة 12 ليلا. بعد الساعة 12 عدد المركبات تقل، تكون هنالك السائقين المركبات يسوقون بسرعة شديدة، ما يمتثلون لإشارة المرور أو إشارة رجل الشرطة الموجود، يشوف الشارع فارغ وهو يمشي سريع. طبعا هواية من الحوادث تصير بالتقاطعات عند التقاء المركبات، فنتمنى أنه تلتزمون بهذا الشيء. أيضا الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، وخاصة ويا مركبات الحمل أو المركبات الكبيرة، طبعا الاجتياز الخاطئ يسبب الكثير من الحوادث، فما بالك أنت تجتاز سيارة حمل أو سيارة إنشائية أو مركبة كبيرة وتجتازها من جهة اليمين، وتكون عنده هو زاوية ميتة ما يقدر يشوفك، فتسبب حوادث جدا كبيرة. أكيد قيادة المركبة تحت تأثير النعاس أو المسكر أو المخدر. الكثير من سائقي المركبات وخاصة اللي يشتغلون على خطوط المحافظات واللي يشتغلون بالنقل، تشوفه دائما ياخذ العبرية مالته بالليل، او يكون هو منايم، او يكون هو يعني ما مرتاح، ما مركز بصورة صحيحة، فاكيد هذا الشيء يسبب يعني اثر عليه عكسا، يسبب عدم الانتباه، يسبب ممكن احيانا حتى يخفى اثناء الطريق، وكثير من الحوادث اللي تصير لان السائق يكون نعسان او نايم او ما منتبه على الطريق. ايضا هذا نقطة مهمة لازم ننتبه لها. عندنا اتصال، ناخذ اتصال. الو الو، السلام عليكم سيد. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ست بس من وياي اولا؟ نعم ست، بس توصلين صوت المظلوم يعني لو بس شكوات. نعم، احنا برنامجنا خاص بمديرية المرور، عندك شكوى تخص المرور؟ لا والله المرور على راسي، بس عبالي توصلين صوتني يعني عن طريق اذاعتكم. لا احنا يعني برنامجنا خاص فقط بالمرور ومناشدات المرور، نتمنى من عندك انه تتصل على غير برنامج او تحول للكنترول، هم راح يوجهوك ان شاء الله. ممنون، شكرا، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. نعم، نرجع للسائق والاسباب الحوادث اللي متعلقه بالسائق. ايضا السير بعكس الاتجاه، كثير من سائقي المركبات يمكن يريد يختصر الطريق أو يمكن يريد يوصل بسرعة، مرات يعني الاستدارة تكون مسافة 100 متر، يتعاجز يروح يمشي هاي المسافة 100 متر، فيجي عكس السير حتى عود يستغل الطريق أو أنه يستغل الوقت. وهذه المخالفة طبعا احنا يمكن نشوفها داخل المناطق موجودة كثير، وحاليا أنا دا لاحظ أنه سواق الدراجات يسوقون بعكس الاتجاه، واليوم مديرية المرور العامة دا تغرم دا تحاسب عكس الاتجاه، سير بعكس الاتجاه حتى غرامتها طبعا 200,000 دينار، وعدى الغرامة المركبة دا تحجز 5 أيام. فيعني يعني ما أعتقد أكو فد شيء أو أكو فد سبب جدا قوي يخليك أنه أنت تسير بعكس الاتجاه وتعرض حياتك وحياة بقية سائقي المركبات للخطر، على مود أنت ده تختصر وقت أو على مود أنت ما بيك حيل أو هاي الأمور، يعني أتمنى أنه نبتعد عنها. أيضا قيادة المركبة ليلا، ويكون المركبة ما بها إنارة كافية، أو استخدام الإنارة الزينون. طبعا استخدام الإنارة العالية أو ما تعرف بالزينون هذه ممنوعة، وده سبب الكثير من الحوادث. أنت بالنسبة إليك بمركبتك شاد زينون وتشوف وبراحتك، بس المركبات الأخرى اللي بالشارع أنت ده تسبب لها عدم نظر، ده تسبب لها أنه هم ما يقدرون يشوفون بصورة صحيحة، خاصة يعني هي بالليل. ف يعني كل سائقي المركبات اللي شاد بسيارته الإنارة العالية أو الإنارة الزينون، نتمنى من عنده أنه يزيلها، أنه يلتزم بهذا الشيء. اليوم أكو حملات تطوير بالشوارع، اليوم كثير من الشوارع ده تكون هنالك بها إنارة، فأنت ما تحتاج هذه الإنارة العالية، أنت ده تأثر على بقية سائقي المركبات. أيضا أدنى قيادة المركبة برعونة وتهور، وهذا الشيء ده نشوفه بالطرق السريعة وحتى نشوفها بالطرق العادية بحفلات الأعراس. بحفلات الأعراس دا نشوف أكو
رعونة، أكو تهور بقيادة المركبات، ما أعرف استعراض، ما أعرف للضحك للشقة، بس هي مع الأسف ده تسبب لنا الكثير والكثير من الحوادث المؤسفة يعني. فنتمنى الالتزام أكيد، نتمنى أيضا الالتزام من سائقي المركبات يكون بشكل طوعي. إحنا ما نريد نجبر أحد أنه يلتزم أو أنه يعني يتعرض للمخالفة، هذا الشيء مو غايتنا، مو غايتنا المخالفة ولا غايتنا الغرامة، الغاية أنه إحنا نقود بالطريق بأمان وسلامة للجميع أكيد. نأخذ فاصل ونرجع بعد الفاصل. موضوع آخر مزعج حقيقة هو موضوع السيارات الرياضية والأصوات المزعجة ومضخم الصوت اللي دا يشدوا بالسيارات، وخاصة ليلا ودا يتجولون ليلا والأصوات المزعجة. فحسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم، محاسبة أصحاب السيارات اللي يوضع لها مضخم صوت وتتجول بالمناطق السكنية، هنالك حملة من قبل مديرية المرور العامة لمحاسبة المخالفين. لقاءنا حيكون مع السيد العميد محمد محمود آمر قاطع اليرموك للحديث عن هذه المخالفة. المركبات الرياضيه اللي تصدر اصوات وتزعج المواطنين، طبعا هاي مزعجه الى درجه احنا اثرنا حمله وحملاتنا مستمره. يوم امس 9 مركبات تم ضبطها وتم حجزها، وهاي الحملات مستمره يوميه حتى نقضي على الظاهره اللي مزعجه واللي المواطنين دائما يشتكون عندها ويعانون منها. فعلا سيدي، بعض اصحاب المركبات الرياضيه يقولون احنا سياراتنا اصلا تجي بلادي بها هذا الصوت واحنا ما نستخدمه داخل المناطق السكنيه او شيء، هذول هم تتم محاسبتهم؟ والله احنا اللي 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 نشوفهم قدامنا الاصوات مزعجه الى درجه، يعني هو اللي ما يستخدمها لا عاد ايش يسوي بالشارع؟ يعني المواطن يعني من نشوف يعني القبض علي المواطن منه يقول لي الف رحمه على والديك لانه ازعاج مو طبيعي، يعني هاي الظاهره احنا اذيت ماضت الاذى على الطريق واجبه، فكيف اذا هاي المركبه مزعجه؟ احنا المركبات البقيه اللي ما تصدر اصوات او اللي اصواتها اللي ما يستخدمونها بشيء اذا للناس احنا ما نحاسبها، بس نحاسب المركبات اللي تزعج وتقلق المواطن وتشيل حركه الشارع، يعني مو طبيعي اصلا حركه المركبه. شكرا جزيلا حضرتك سيدي. شكرا سيادة العميد محمد. أكيد هو مثل ما ذكر أنه إماطة الأذى عن الطريق، فالحديث جدا جميل. يعني اليوم أنا ما أعرف أصحاب هذه المركبات شنو الصوت الممتع بهاي المركبة، يعني فالصوت مزعج، يعني صوت عالي أنت ما تفكر أكو عوائل نايمة، أكو عوائل عندها دوام، أكو مرضى، أكو أطفال، يعني يا ريت لو تفكر مثل ما تفكر أنت بنفسك وبمتعتك من تسمع هذه الأصوات، فكر بالمقابلك وفكر ببقية سائقي المركبات، انت مو وحدك بالشارع، الشارع مو ملك لك انت وحدك. يعني ما اعرف، يعني هو يعني الحملة ان شاء الله مستمرة والمحاسبة مستمرة اكيد، فنتمنى من عندهم اصحاب هذه السيارات انه يشيلون مضخم الصوت، انه يقودون سياراتهم بهدوء اكثر وعدم ازعاج الاخرين. ايضا نرجع عندنا اتصال، ناخذ اتصال.
الو. عليكم السلام. اهلا وسهلا. من وياي؟ احمد من دياله. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك. ست رحمه والدك عندنا بس شويه شكوى يعني. عيني تفضل. عندنا هذا الهزاز في دياله ما يسوون الا يردون فلوس 150 الف يلا يمشونك لو سياره مكسره. نعم. يعني 30 ياخذونهن والباقي متفقين الناس الا 150 200 الف يلا يمشونك. نعم. رحت المدير الموقع موقع دياله؟ رحت انا راجعت المرور. لا راجعت مدير الموقع وصلت له شكوتك؟ قلت له الشيء اللي دي يصير؟ شت ما نقدر نحكي بدياله لانه كلها ناس حاطه بحلق ناس خلينا نحكي فيها منه الاقول التالي. نعم. انتوا دزوا رجل امن مدني وخليه يقف يم الهزاز دياله وخليه يشوف الشغل اذا انا كلامي كاذب. نعم وصلت اخي وصلت مناشدتك وان شاء الله راح يتم اجراء الاتخاذ اللازم اكيد. اي والله ما نقدر نحكي لان بس يطلع لكم دياله خصوصيته تختفى على العراق ست. ان شاء الله وصلت مناشدتك اخي وان شاء الله اليوم راح يوصل هذا الموضوع الى السيد مدير المرور العام المحترم واكيد راح يتخذ اجراء الصحيح بهذا الخصوص. الله اهلا وسهلا. رجل امن مدني شوفوا كلامي صح لو لا بالهزاز مال دياله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. اهلا وسهلا بك. نعم نرجع لموضوع الحوادث. احنا مثل ما ذكرنا انه من اسباب او عوامل الحوادث هي السائق وايضا الطريق. الكثير من الحوادث يكون سببها الطريق. شلون ممكن العيوب الهندسية الموجودة بالتصاميم الخاطئة لبعض الطرق او ممكن انه اليوم احنا نعرف الطرق اللي موجودة في بغداد والمحافظات أكثرها صممت بالسبعينات والثمانينات. يعني من كان الطريق من كان عدد المركبات بوقتها ما يتجاوز 500 ألف مركبة فأكيد التصميم يلعب دور في أنه مثلا بعض الطرق أنه الانحناءات مثلا الجسور اللي موجودة مثلا المجسرات هذه من أنت مصممها على 500 ألف سيارة وأنت اليوم عندك أكثر من 4 ملايين سيارة تتجول في بغداد فهذا الشيء راح يسبب لنا فد مو بس زخم وإنما راح يسبب فد إعاقة بالحركة مع المركبات. ممكن أكيد هذا الشيء يسبب بعض الحوادث. يعني أكو الطرق قديمة دي يصير بها تخسفات أعمال الحفريات والصيانة والتركيبات المختصة يعني أعمال الطرق. كثير من الطرق تفتقر للعلامات للإنارة مثلا. اليوم كثير من أعمال اللي موجودة لازم قبلها بمسافة تقريبا 100 متر 50 متر 75 متر يتم تنبيه السائق أنه أكو أعمال صيانة أكو أعمال حفريات بهذا الشارع أنت لازم تنتبه لازم تأخذ جانب الطريق إذا الطريق مسدود شنو الطريق البديل. هذه أكو كثير من الشركات طبعا ملتزمين بالسلامة العامة ووضعين العلامات وحتى علامات فسفورية وعلامات الليلية بس أكو بعض الطرق اللي ما موجود هذا الشيء بيها. وطبعا لاحظنا إحنا أكو حوادث على سريع القناة وين ما أكو أعمال أكثرهم اللي هم مو من بغداد اللي هو جاي من المحافظات وما يعرف أنه أكو أعمال. اليوم أهل بغداد يمكن يعرفون أنه أكو أعمال في فلان منطقة بفلان منطقة بس اللي دا يجي من غير محافظة واللي دا يجي ليلا بالنهار يمكن تبين الأعمال بس اللي دا يوصل مثلا بالليل الطرق السريعة وأكو أعمال وأكو حفريات وهو ما منتبه أو ماكو فد تنبيه يعني قبل بمسافة أو إشارات ضوئية فسفورية أو يعني اللي يتبين بالليل فدا يسبب لهم حوادث. وهذا الحادث مو نتيجة يعني سبب السائق لا سبب الطريق. وأيضا كثير من الطرق وخاصة الطرق الخارجية واللي تربط بين المحافظات أسيجة واقية انعدام الأسيجة الواقية اللي موجودة على جانب الطريق. طبعا السياج الواقي ممكن أنه يخفف من نسبة الإصابة أو ممكن أنه يعني السيارة لما تجي مسرعة أو ممكن أنه لما لا سمح الله تنقلب أو ممكن أنه أثناء الانحراف عن الطريق ممكن إذا أكو سياج واقي يوقفها ما يخليها تضرب بقية السيارات بس إذا ماكو سياج واقي رح بقية السيارات تتأذى رح تزداد أعداد الحوادث حيصير حادث مركب يعني.
فهذه فيما يخص الطريق. أيضا فيما يخص المركبة نفسها، هل المركبة جاهزة فنيا أنه تسير على الطرقات؟ هل حالتها الميكانيكية جيدة؟ هل متانة المركبة؟ اليوم الكثير من الشركات المصنعة للمركبات يعني مدى يعيرون أهمية لجودة ومتانة المركبة، مثل ما يعيرون أهمية للمواصفات أو لشكل المركبة. يعني المركبات سابقا كانت كلها حديد، كانت محصنة، كانت كلها يعني نسبة الأمان بها بأقوى حادث ما يعني ما تتعقش مثل ما نقول. اليوم المركبات أكثرها فايبر كلاس، أكثرها دا تهتم بس بشكل المركبة وجماليتها والمواصفات اللي بيها، بعيدا عن المتانة. وأيضا دا تجينا السيارات اللي مضروبة واللي مصلحة، حتى يعني احنا نقول الايرباك او الكيس الامان اللي بالسياره يكون طاق وعادي يشتروها ويمشون بها ويشتروها يمكن بسعر اقل. فهذا الشيء نقطه جدا مهمه، انه انت لما تهمل صيانه مركبتك، انت لما تهمل صيانه صلاحيه مثلا المكابح، صلاحيه الاضويه بالسيارات، انت من تشتري مركبه ما مطابقه للمواصفات والمقاييس العالميه، اكيد هذا الشيء راح ينعكس سلبا عليك واكيد راح يؤدي الى الحوادث. ناخذ اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لك وتحياتي للعاملين بالإذاعة. أهلا وسهلا بك. وتحياتي للمخرج وكل العاملين بالإذاعة. أهلا وسهلا. من ويانا؟ أنا مواطن مناف راضي من بغداد. أهلا وسهلا بك. عندي مناشدة بدون زحمة. نعم أهلا وسهلا، تفضل. اشتريت سيارة وسجلت على الرقم من 20/12/2022 نوع بيكاب. نعم. والحد الآن راجع دائرة المرور للتاجيات ويومية يقولوا لي باكر، فأريد مساعدتك رحمة الوالدية. الرقم ما مستلمة بس. نعم نعم. احنا عندنا لوحات يعني قبل فترة كان عندنا بها مشكلة ونقص، فلوحات حاليا اللي وصلت هي الخصوصي. الحمل ان شاء الله بالايام القادمه توصل، واكيد اول ما توصل احنا راح نعلن عنها بالبرنامج وعلى ايضا على صفحه الاذاعه، انت تابعنا ان شاء الله. وبس توصل اللوحات راح يتم عذرا للمقاطعه. انا كنت البارحه بالموقع مال التاجيات. اي نعم. اقسم لك بالله، اقسم لك بالله بعيني هاي شفت اللوحات مال الحمل مطبوعات ودا يطبعون بهن. هي اللي موجودة مدير الموقع. نعم. استخدمتش العبو. نعم. حاجيت مدير الموقع قلت له سيدي العزيز يعني هاني جريح حرب وعندي بلاتين وأريد تسهيل أمرك، يقول لي تروح وتعال للخميس. زين قلت له أنا هسه من 20/12 لحد الآن دا ناشد وماكو أي شيء، هو أجيك وماكو أي يعني أي معاون يعاونني ماكو. نعم. تعريف ما قلت لي مساعدتك لي توقفيلي بهذا الشيء. احنا انا راح اوصل صوتك اكيد مدير الموقع، بس اللوحات اللي موجوده حاليا هي عددها جدا قليله، فدي يحاولون انه يمشون الناس اللي قبلك. اكو ترى قبل هذا التاريخ هم ما عندهم لوحات لحد الان، فماكو اي عداء شخصي وياك او ويا غيرك او لا بس لا هي ما حاليا عداء. حاليا اللوحات الحمل بعدها ما واصله، المفروض هي ان شاء الله توصل يعني هاي الايام، لانه انا قلت لك ايضا الخصوص كانت متاخره والخصوص الحمد لله وصلت وتم تجهيز المواقع واليوم يتم تثبيت اللوحات الخصوصي. بقت الحمل ان شاء الله بالأيام الجاية راح تنحل مشكلتها، وأيضا أني راح أوصل صوتك إلى مدير موقع التاجيات وإن شاء الله يتم اتخاذ الإجراء اللازم. تمام. بس عوف لنا رقم مركبتك بالكنترول، عوف لنا رقم مركبتك إن شاء الله وإن شاء الله خير. إن شاء الله خير. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. اتصال ثاني. ألو. قطع الاتصال، إن شاء الله يقدر يرجع يتصل بينا مرة أخرى. أيضا من العوامل اللي تسبب لنا الحوادث هي الظروف المناخية أو حالة الجو، يعني قيادة المركبة بسرعة، عدم الانتباه والالتزام أثناء العواصف الترابية. إحنا بالصيف عندنا عواصف ترابية ورياح عالية، وبالشتاء عندنا أمطار وضباب، بحيث أنه حتى مرات الرؤية تكون شبه معدومة أو تكون لي يعني
أقل من كيلو متر يعني تكون لأمتار معينة. فأنت بهاي الحالات الجو الاستثنائية أكيد المطلوب من عندك أنه تقود مركبتك بتأني بهدوء، تلتزم بالسرعة المحددة أكيد، يعني حتى لو كان ازدحام، حتى لو تأخرت، بس سلامتك هي أهم. طبعا هذه العوامل اللي ذكرناها هي أهم العوامل اللي تؤدي إلى الحادث، وأيضا العوامل اللي تؤخذ بنظر الاعتبار عند وقوع الحوادث لا سامح الله. أكيد يعني ما أعرف اللي متعرض الحادث سابقا أو اللي سامع أنه من يصير حادث يجي رجل المرور يسوي المخطط المروري. المخطط المروري يكون يأخذ به كل هذه الأسباب وهذه العوامل اللي هي السائق والطريق والمركبة وحالة الجو. فأكيد احنا بدورنا نتمنى لكم السلامة، نتمنى لكم طريق خالي من الحوادث. أكيد ناخذ فاصل. اليوم نصيحتنا، احنا حلقتنا كانت عن الحوادث، فأكيد نصيحتنا حتكون شلون احنا ممكن انه نتجنب الحوادث ونتجنب الوقوع بها ونتجنب العواقب الوخيمة اللي ممكن ان تكون اضرارها مادية وبشرية. اكيد النصيحة الذهبية هي الالتزام بقواعد السير والمرور، ايضا الالتزام بالسرعة المحددة قانونيا. قبل لا تتعلم تسوق سيارة أقرأ قانون المرور، أقرأ العلامات المرورية، أقرأ السرعة المحددة بالقانون. دائما فكر أنه أنت اليوم السيارة مسؤوليتك، مو بس نفسك، أنت مو بس مسؤول على نفسك، مسؤول على أي شخص وياك بالسيارة. حتى لو كنت وحدك أنت مسؤول عن بقية سائقي المركبات اللي داير مدايرك. أنت ممكن أنه لما تتعرض الحادث ممكن أكو غير سيارات أيضا راح تتأذى وممكن ما إلها ذنب. دائما احنا سائقين المركبات ننبههم ونذكرهم انت مو وحدك بالشارع، الشارع مو ملك لك انت وحدك. فكر بعائلتك، فكر بقية سائقي المركبات. التزامك دليل وعيك، دليل اكيد انت ايش قد ما تكون سائق ماهر ومحترف وعندك خبرة. لازم في يوم من الايام لا سامح الله تتعرض لموقف، تتعرض لحالة جوية مثلا استثنائية، تتعرض لانه يكون اكو فد شيء بالطريق، يكون اكو فد خلل بمركبتك. لازم انت تكون ملم بجميع هذه الامور، وايضا ملم بانه شلون تتصرف لما تواجهك مثل هذه الحالات. وصلنا وياكم إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. نلتقي وياكم بإذن الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا. تحياتي أنا المقدم سجى العبايتي بالإعداد والتقديم، وتحيات المخرج والكادر. أكيد أتمنى لكم السلامة وإلى اللقاء.